السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع الـ Exception Handling بالـ JSP. طبعا الـ Exception مهم جدا، انه لما يكون عندك حالة خطأ الـ Object اوتوماتيكيا يتم throwing، يعني انه يتم رميها بالـ Runtime، بمعنى انه لما يكون عندك مشكلة في الـ Runtime يتم عمل هاندل، انه مسك لهذه المشكله وعرضها للمستخدم او للسيرفر نفسه. الاكسبشن هاندلينج العمليه اللي يتم بيها انه يمسك بحالات الايرور في الران تايم. طبعا انت عندك انواع من الاكسبشن في معظم اوقات اللي لما تشتغل على الويب ابلكيشن، فاذا انت تحتاج انه تعمل هاندل، انه انت هذا المشكله لازم انه تحملها وتجي تفسرها بمن بطرف الويب ديفلوبر، انه انت تعرف هذه المشكله من اين اتى، او العمل اللي قام به المستخدم او المطور ادى الى هذه المشكله. فانت عن طريق الايرور بيج وعن طريق الاز ايرور بيج اللي اخذناهم الاتريبيوت، ممكن اللي هم يعتبروا من البيج دايركتيف، ممكن انت توضح المشكله، وايضا باستخدام التاجات اللي هي الايرور بيج تاج اللي مستخدم في الويب اكس ام ال. ناخذ مثال للهاندل بداخل الجي اس بي. طبعا في البدايه احنا حنعملنا فد صفحة، هذا صفحة ممكن نعملها refactor ونحولها إلى where is the refactor؟ Oh my god! Rename عفواً، اللي هي أيضا refactor تقريباً يعتبر، نحولها إلى JSP من الindex HTML إلى index.jsp. طيب هذا إذا تحول إلى JSP file صح؟ طبعاً هذا حيحتوي على الفورم، ما عندنا مشكلة به هذا الفورم؟ ما عندنا مشكلة بها فورم. هذا حيتحول لمن؟ حيتحول لأيسا JSP. كذلك ما عندنا مشكلة بها، لكن الانبوتس احنا هنغيرها. الانبوتس تايب حتكون هو ايضا تكست، وهذا النيم حيكون هو number one مثلا، او تقدر تكتب طبعا num one او اي شيء انت تريد تستخدمه. اذا هنا انت عندك هذا اول واحد انبوت، هذا هو الثاني، تكتب هنا num two. جميل. وهنا تيجي تعمل submit، مثلا تيجي تعمل division، عملية تقسيم، خلينا نقول، لأن احنا حالة الايرور تظهر بعملية تقسيم. إذا قسمنا على صفر تحدث مشكلة، بس بالطرح والجمع والضرب ما عندك مشكلة بالصفر صح؟ أو ممكن تعمل خلل، أي شيء كان نوع الخلل اللي أنت تريد تعملها. أضف إلى ذلك أنه هذا حينتقل لمن؟ حينتقل لعيسى جي اس بي. إذا نحن ننتقل لمرحلة عيسى جي اس بي. بالعيسى جي اس بي شو راح أحتاج؟ نعمل سيف عيسى جي اس بي. عيسى جي اس بي هو اللي راح يقوم في داخل عملية الجمع والطرح، عملية التقسيم عفوا. اذا هنا راح نحتاج الى انه، بما انه احنا ناخذ من الفورم، الفورم على شكل تكست، بمعنى انه احنا لما نحول هنا لازم مفروض يكون عندك سترينج، هذا سترينج متعرف ب نمبر 1 نمبر 2. اذا اجي اخذ مثلا من هذا، اجي اخذ مثلا النمبر 1، اجي اعمل سترينج باسم نمبر 1، هذا حيكون request get parameter اللي هو number one اللي حياخذه من الindexed JSP. طيب أحتاج واحد آخر لمن؟ للnumber two. اثنين صح؟ كل ما في الموضوع هذا. أضف إلى ذلك أنه أنا أحتاج أنه لما أجي أعمل عملية التقسيم، مفروض هذه تتحول من string إلى integer. عملية تحويلها سهل جدا، أنه إحنا كل اللي نحتاجه هذا، لو نجي نحذفها و no need for that، ما يحتاج هذا، بس نجي هنا نكتب مثلا init num1، هذا كتب man1 num1 يساوي لك integer okay integer dot p، هذا Paris والسترينج اللي انت حتكتبها اللي هو num، لو نعمل control space هو num1 صح؟ اذا هذا حيحول لي، الفكره من عنده انه حيحول لي هذا النمبر من سترينج الى انتجر. لازم احنا نحولها الى انتجر او اي شيء كان في سبيل انه احنا نقوم بعمليه التقسيم. طيب بعد ما عفوا عملت هذا الشيء، نجي نكتب مثلا هنا init result، النتيجه حتكون ماذا؟ حتكون num1 مثلا مقسمة على الـ num2. لاحظ كم هي سهلة. إذا حطلع الـ output أيضا، أحتاج output p
print اوكي بس اوكي output print او print line حسب اللي انت تختاره. هنا اجي اضع من اجي اضع مثلا اكتب text the result is نقطتين space واجي اضع result في داخلها. هذا كل ما في الموضوع. That's it. تمام. اذا احنا عندنا ايضا ال JSP مضبوط ما عندك مشكلة. يبقى علينا شو؟ يبقى علينا اذا في حالة حصل مشكلة او error المفروض يظهر عندي الايرور صح؟ طيب الايرور انا حضعها في الايسا 2 ممكن انت تسمي هذا الايسا 2.jsp ممكن انه انت تسميها بال مثلا ايرور بيج اوكي؟ طبعا ممكن ايضا الايسا تسميها بمثلا الريزلت jsp اوكي؟ يعني ممكن انه احنا نحول ايسا الى لاحظ لو عملنا rename مثلا result JSP. لا تنسى انه في الاندكس ايضا لازم تغيرها الى ال result JSP لانه هذا حيحولها لل result. هنا يقوم بعملية الطرح. في حالة حدوث خطأ حيحول لك الى ال error page. هنا نكتب error page اوكي. هذا هو ال error page حتى يكون شوية اوضح. طيب هنا احنا في ال error page شو اللي تعلمنا انه ان نجي هنا ال directives شو هو page صح. ال directive page هنا أجي في حالة ظهور مشكلة is control space is error page لاحظ يعطيني false. احنا حنعمل true في حالة إذا كانت هي true. نجي هنا مثلا نكتب for example OMG there is error okay مثلا there is error BR مثلا تجي تضع هنا أنا. please مثلا نقطتين وتجي تضع حالة الاكسبشن. طبعا هنا ممكن أنا في واحد بيتصل ما بعرف انه جهازي يا اما جهازي اما اللابتوب. طيب هنا تجي تكتب please مثلا طبعا تضعها exception وتضع في داخلها for example exception اللي هو حيعطي لك اياها اوكي. طيب هيك حاله احنا نعمل كل هذا السيف. عندنا الاندكس جي اس بي عندك بالكامل المشروع. ممكن احنا نجي نعمل بالكامل المشروع نجي نعمل run على السيرفر اوكي. سو هنا احنا نجي طبعا في الاندكس انت لاحظت هذا الشيء احنا كاتبين هنا input name اوكي سو submit that's it. هنرجع للاندكس اوكي. هذا الاندكس نعطيه للرفرش ما عندنا اندكس html عندنا اندكس jsp. اعمل انتر في عندنا طبعا هنا بيسالك فيرست تايب احنا هذا الشيء غلطناها. ممكن هنا نضع مثلا 3 ونضع هنا 2 نعمل سبميت. لاحظ الريزلت هو 1 بياخذك لمن بياخذك للريزلت jsp بيقول لك انه الواحد بيطلع لك كريزلت. لو رجعنا مثلا عملنا هنا فور اكزامبل 15 على 3 submit حيعطيك result 5. طيب خلونا نجرب ال 15 على 0 submit. اوبس لا هنا طلع عندنا مشكلة. طيب شو المشكلة اللي احنا هنا بدنا نقراها؟ لازم احنا number output result is JSP results ثروبوت. خلنا نتأكد من الكود. لو جينا على الاندكس في الاندكس احنا عدنا result JSP وفي عدنا هنا النمبر 2 submit. هذا بالنسبة للفورم ما تصور ان اكو في شي غلط. عدنا في الريزلت لازم يكون في شي اوكي. في الريزلت احنا في شيء احنا ما انتبهنا عليه انه في الريزلت مفروض انه احنا نذكر في حالة وجود مشكلة يجب الذهاب الى صفحة الايرور بيج صح. طيب احنا عملنا مشكلة بس لكن احنا ما اعطينا له فكرة اذا حدث مشكلة شو اللي راح تعمله صح. فاذا احنا يستحسن انه احنا نجي نعمل يعني بهذا الشكل at اوكي وتكتب هنا البيج ايرور page في حالة وجود
مشكلة تذهب تستخدم الـ Error Page Attribute وتشير لمن؟ تشير للـ Error Page صح؟ إذا Error Page.jsp هذا حيخبر في حال حدوث مشكلة تذهب لهذا المكان. أعمل السيف، نرجع مرة أخرى. لو إجينا على 15 تقسيم 3 submit حيعطيك result 5. لو قسمناها على 0 submit أها حول لي إلى result نفسه result JSP لكن ظهر لي الايرور. Oh my god there's error. Please JavaLang لحتى يطلع لك arithmetic exception divided by 0 بمعنى أنه أنت ما تستطيع أنه تعملها تقسيم على 0. هذا من أعطاني إياها؟ هذا الاكسبشن. اوكي الاكسبشن اعطاني هذا الفكره. اكسبشن اعطاني هذا الايرور انه انت ما تستطيع تستخدم في الارثمتيك، انه هذا النوع هي عمليه رياضيه، ارثمتيك عمليه رياضيه، ما تستطيع تقسيم العمليه الرياضيه على زيرو. لاحظ حتى الديفايد اعطاك اياها، فاذا هناك عندك مشكله لازم تصلحها. اذا بك حاله احنا صار عندنا فكره، أصبح عندنا فكرة كيف نتعامل مع الايرورز أو كيف نعمل handle للايرورز في حال إذا شخص عمل مشكلة، كيف إنه إحنا نتفاداها. لهنا إحنا نوصل نهاية الدرس، نكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامة.